قلت فما صفحات ودي بروفيل معروفين منسوبين لجهات معينة تابعين حركة النهضة. هذه مسألة يعني من غير بحث. أنا وصلت بعد حركة النهضة تستهدف بعد مواقف عصام الدردوري. لا هو تم إعلان هذا رسمي في جلسة التحقيق في الاستماع ليه في جلسة التحقيق في شبكة التسفير المنظمة تحت قبة البرلمان. تم تهديدي وبعد التهديد أعلنت بأني محل تهديد أيضا بالتصفية الجسدية من طرف الوحدة الوطنية لأبحاث الجرائم لديه بالجوجاني. بالتالي موجة التحريض جيك تهديد كريمو بالتصفية الجسدية بمجرد يعني أني أدليت بشهادة في علاقة بشبكة التسفير إلى بوار التوتر.